عزيزي العميل، احنا غلطانين لكن نعتذر منك، طلبك صحيح. قبل كم يوم كان عندي جلسة تصوير، وقبل التصوير بيوم اكتشفت اني انا ناسية اهم جزء من ثيم التصوير اللي هو الكيكة. تصويري الصباح واكتشفت النقص هذا بالليل على الساعة 9. دخلت احد تطبيقات التوصيل وكتبت كيك. اول كيكة طلعت لي بيضة سادة تناسب الثيم اللي انا مرتبتها، على طول طلبتها. وصلت الكيكة الساعة تقريبا 10:30 على وقت نومي. أخذت الكيكة وعطيتها مهندسة النظافة حقتنا، قلت لها حطيها في الثلاجة، أنا الصباح عندي تصوير. أبد 10:30، الساعة 8 أنا صاحية تجهزت، أخذت أغراضي أبغى أطلع. تصوير الساعة 10، الساعة 9 أنا في السيارة معي الكيك، قلت خليني أفتح أشيك عليها. فتحت وكانت المفاجأة مو نفس الكيك اللي أنا طلبته. وعلى طول بدون أي مقدمات دخلت على التطبيق نفسه أبغى أشتكي أنه هو مو نفس المنتج اللي أنا طلبته. أتفاجأ أنه بالتطبيق ما في قسم شكوى، في قسم تقييم. طب أنا ما أبغى أقيم، أنا أبغى أشتكي. رحت بحثت في جوجل أن أنا كيف أشتكي بهذا التطبيق. طلع أنا أنت تقدرين تتواصلين معهم عبر تطبيق X. دخلت عليهم مباشرة، كتبت رقم الطلب حقي، صورت لهم الكيك، صورت لهم الأوردر حقي من نفس التطبيق، صار معي كذا 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 كذا. ردوا علي إن إحنا بنتابع الشكوى الآن، بنرفعها للإدارة المسؤولة. بعدها بكم دقيقة أرسلوا لي مقطع سكرين ريكوردينج. طبعاً أنا الثيم حقي كان يتطلب كيكة أبيض سادة. لما تدخلون على هذا المنتج أول صورة تطلع لكم صورة كيكة بيضة، بس تلفين تطلع لك كيكة مزينة. هم أرسلوا لي سكرين ريكوردينج إنه شوفي لما تلفين تطلع لك الكيكة المزينة اللي هي وصلتك أنت. عفواً بس كيف المنتج هذا له صورتين مختلفات تماماً؟ يعني أنا كعميل لما أدخل أبغى أطلب كيكة سادة أسوي أوردر فجأة توصلني مزينة، ولا أدخل أشوف الصورة الثانية المزينة أطلب فجأة تجيني سادة أقشط وأربح هي؟ يعني لازم يكون في صور. يعني معلش، احنا كلنا في تطبيقات التوصيل لما ندخل على المنتج نلقى اكثر من صورة له، بس من زوايا مختلفة، مو صورة المنتج ثاني. ارسلوا لي سكرين ريكوردينج هذا، وش قالوا؟ قالوا معلش بس هو موضح بالتطبيق ان الكيكة مزينة، طلبك صحيح. واحنا برضو سياسة التعويض عندنا اذا كان الاوردر مو بنفس التاريخ اللي انت اشتكيتي فيه ما نعوضك. قلت معلش عزيزتي، بس لو انا وصلني الطلب الساعة 11:57 دقيقة واشتكيت الساعة 1 لان التاريخ مختلف يوم ثاني، ما تعوضوني؟ هذه سياستنا، اذا اختلف التاريخ ما نعوضك حتى لو احنا غلطانين. وعلى فكرة هذا ما يعني احنا غلطانين، طلبك صحيح عزيزتي. شوفوا اعزائي المشاهدين، هذه صورة الكيكة اللي كانت طلعت لي اول صورة، وأنا طلبتها على هذا الأساس. بنفس المنتج لو تلفون الصورة بتطلع لكم الكيكة بهذا التزيين. طب أنا لما بطلب توصلني أي وحدة؟ ليش حاطين صورتين مختلفات؟ الطامة الكبرى أنها لا وصلتني هذه ولا وصلتني هذه، وصلتني هذه. وبالنهاية قالوا نكرر اعتذارنا منك، طلبك صحيح، يومك سعيد. طبعا بس صار معي الموقف هذا، خلصت تصويري، احتاس التصوير من وإلى، خرب الثيم كامل. رجعت البيت أشكل أهلي أقول لهم صار معي كذا مرة من قهرة، إلا فجأة قالوا لي أخواتي أنت من جدك أساسا طالبة منهم؟ ما تذكرين إيش سووا فيك قبل؟ تخيلوا أجلس أتذكر أن قد صار معي موقفين مع نفس تطبيق التوصيل هذا، كلها كانت خدمة العملاء عندهم فاشلة وسيئة. تخيلوا أنه من سنة تقريبا كان عندنا مناسبة وكنا طالبين كيك من نفس تطبيق التوصيل مجدول. يعني احنا من اليوم دفعنا وخلصنا واكدنا الطلب على اساس انه بكره الساعة 5 يوصلنا. جاء بكره ننتظر الساعة 5 ما وصل، الساعة 6 ما وصل، الساعة 7 ما وصل. وتخيلوا ان المندوب ما تواصل معي، يعني ما اعرف رقمه ولا اعرف شيء، انا جالسة حاطة يدي على خدي انتظر احد يدق علي ويقول لي عندي كيكتك. جلست ابحث بالتطبيق بنفس اللحظة كيف اشتكي، كيف اتواصل معاهم، ما في. افتح جوجل القى لهم رقم، ادق 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 ادق، خدمة العملاء ما يردون. بالاخير بعد ساعتين بعد ما خلصت المناسبة كانت سعيدة وصارت تعيسة واحنا جالسين وننتظر الكيك وننتظر الكيك، ردوا وش قالوا لنا؟ نعتذر منك عزيزتي لكن المنتج اللي انت طلبتيه نفذ. كيف نفذ وانا طالبتها من قبل بيوم على موعد معين؟ لأن أنا وقتي ثمين، لأن أنا مرتبة وقتي، مرتبة مواعيدي، مرتبة حياتي، إن هي توصل بهذا الوقت، وأنا دافعة، مو إنه ماني دافعة، دافعة من قبل بيوم.
كيف المنتج ينفذ؟ يعني أنا من أمس دفعت لكم حق هذا المنتج، كيف اكتشفت؟ يعني معليش اليوم اكتشفتوا أنه نفذ؟ من أمس لما جاكم الأوردر ليه ما حطيتوه على جنبه وخليتوه موجود؟ إلا أنه جاهم عميل ثاني وباعوا له نفس المنتج اللي هم باعوه لي. طيب أوكي يلا خلاص أنا فقدت الأخص، ما أبغى المنتج، أنتوا ما مو متوفر عندكم، ما بتجيبوا لي، عوضوني. شلون بتعوضوني؟ بترجعون لي فلوسي؟ لا، بنرجع لك ياها رصيد بالتطبيق عشان ترجعين تطلبين مننا مرة ثانية. لا، بعد التجربة هذه أنا ليش أرجع أطلب منكم؟ ليش ترجعوا لي ياها رصيد؟ رجعوا المبلغ كامل لحسابي الشخصي، رفضوا، هذه مو سياستنا في التعويض. أما الموقف الثالث اللي صار مع هذا التطبيق، كان فيه صياح وأكشن ودراما، وكان بفترة كورونا. إذا ودكم أقول لكم الموقف الثالث اكتبوا لي بالكومنت. وهل قد صارت معكم مشكلة مع تطبيقات التوصيل؟ وإيش هي المشكلة؟ بدون ذكر أسماء. باي.